مرحبا بكم متابعي نيو ميديا. احنا اليوم متواجدين بالمسرح الاثري بكارتاج لمواكبه عرض الزياره، خليكم معنا. محلى ذكرك في فمي انت اللي جلي لي همي. سلم على أكتافنا نشر ألف ألفينا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. منين جيتوا؟ من قبل. من قبل خصيصا لعرض الزيارة؟ لا الحق باش نصيفوا ومن بعد جينا لهني. شنو يعجبكم الجو؟ روعة بصراحة. شابو. أول مرة تحضر للعرض؟ إي. فما عروض أخرى باش تمشي؟ إن شاء الله علاش لا، تجربة باهية محلاها، إن شاء الله نعاودوها مرة أخرى علاش لا. عملت جو؟ واه. برشا جو؟ برشا. أكثر غنية عملتها على جو؟ هذيا الأخرى أنا مروحين، فنرقص في ثنية. بجبة تونسية كيف كيف؟ اي بطبيعي. خور جو عربي؟ بطبيعي اكيد، التراث التونسي ما يغيبش في كل حفلة بطبيعي. تصدمت 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 بالحق، ما عجبتنيش حتى طرف. علاش تصدمت؟ من 4 سنين لتالي اخر مرة وقت اللي جيت للزيارة ما هيش هكا جملة. كيفاش كانت؟ لا خير من هكا برشا. بدلين مدخلين لارك ومدخلين الحكاية هذيك، وقت اللي جيت انا بكلها بنادر كلها جو. نعرفش ما نعرفش ياسر مشكشكه، ياسر داخله بعضها، ما هيش منظمه، ما هيش مخدومه كيما نعرف انا الزياره نتاع سامي اللجمي. خويا ومرته جاوا من امريكا بالذمه باش يحضروا للزياره لهنا، يا اخي ما عجبتنيش، وما نتصورش كان باش يعاود هذاك، باش يعاودها بالطريقه هذه، راه مش بتنجح له جمله. أجواء تهبل، زيارة كل مرة خير من المرة اللي قبلها، ديما عاملين جو، ديما نحضروا، ديما نفس الأمبيونس، أون ديري سيتي لا بخوميييغ فوا، مي بون عملنا جو على الآخر، شطحنا برشا، شيخنا مش نورمال، العروض طيارة، سيرتو الحاجات الجديدة اللي عملها فريمون يعطي الصحة بصراحة، أبرنا شيخنا شيخنا على الآخر. برشا شتيح. برشا جو، برشا شتيح، وبرشا غناء، وبرشا. بالحق سهرية امبيكابل، بالحق ما احلاها على الاخر. بالذمة من القروين وسليانا غيانكو باش نشوفوا الزيارة. بالذمة من القروين. وصلنا
روتار ديجا وصلنا بالضبط عرفت تكيت معناها مارشي نوار مي بون نورمال مهم نحش باعوهم لكم في المارشي نوار بيناتنا سيكون دينار مي تستاهل تستاهل والله حفله تهب العالميه على الاخر محليها عملنا جو شخنا تفرهدنا صيف كامل بصيف كامل معناها الحمد لله يا رب تجديد في العرض عجبكم والا لا وي تحسك اللي روحك تسمع في حاجات متجدده عرفت سي بيان هو كي نعملوا الميلونج بين التونسي شويه تانجو كوميم تحس فما برشا جو برشا تجديد حقيقه برافو تسمع في العباد مش نورمال والله انا نحب نقول اللي جونا التونسي وحده برجوليه وحدنا في الجو وحدنا في القعدات ونحب نقول اللي معناتها تونس ما كيفيش بالحق ما كيفيش فيف لا تونيزي ونحب نعمل زغريتا للرجال وسي تونس اليوم لبست خصيصا ماريو الفضيلة ماريو الفضيلة وخمسة ونخمس على روحي والعربي الكل قفة زادك والقفة كل شيء عجبك الجو على الاخر ولا فريمون او توب خدمة مدروسة برافو 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 كوم دابيتود بيان بريزونتي وعملنا جو اشتحنا وتخمرنا وميرسي بوكو بور لا تونيزي فوالا مش أول مرة تحضر العرض لا ديما 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 الزيارة هذيك جيت وحدك للحفلة اليوم؟ جيت أنا وبناتي جابوك ولا جبتهم؟ لا هما جابوني أحسن حفلة الليلة عدينا جو بالكدا حاجة روعة ريحة البخور وجو العربي وتخمير العباد كلها تتخمر تو ابداع ما شاء الله عليه جو تحفون برشا ابدع اللجمي تبارك الله عليه ان شاء الله الى حسن ما احسن تبارك الله عليه اجواء رائعه برشا وحلوه برشا وسهريه مزيانه برشا وعماد ديفولمون تبارك الله عليهم الجماعه بتاع الفرقه مزيانه شتحت شنو شتحت اكثر فيا نقطر بالعرق فولارت مش روح نبدلها كاني جبت بجيله احبس خصيصا خصيصا لبسه تقليديه خصيصا للزياره فهمت والله يعطيكم الصحة في هالليلة جميلة الحق والحقيقة بعد 4 سنين انحسار إن شاء الله أهم حاجة أهم حاجة أهم حاجة بلادنا ترجع كما هكا يعني الأيامات كلها هكا ونعيش في سلام وأهم حاجة عندي أنا الأمن الحمد لله حفلة رائعة روعة 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 ربي معاهم الحمد لله منظمة الحمد لله اللهم صل على النبي عليهم اللهم صل على النبي أول مرة تحضر أول مرة نحضر في الزيارة هذه تونس اللي نحبوها هذه تونس اللي تحب نحبوها ترجع أيام كرتاج المزيانة والكل بدات ترجع تعديت سهرية مزيانة مزيانة اكسيلونت شكون نصحك بها السهرية ولا أنت قبلت تفرج؟ تفرجت فيها عدة مرات وكل ما يعملوا زيارة دايوغ نمشي لا إله إلا الله 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 الله
امبيكابل ولا تحب السهرية تفتق ولا سهرية مش يعجبك بالضبط السهرية شيء فيه كل شيء كل شيء هبي ولا اللهم صلي على النبي اختي انا هذه نوبتي اول مرة تحت لا لا ديما معهم ديما معهم على الفرقة لا نحبهم برشا تشرى تشرى شتحت ايه مع الجو ايه تحب تعود مرة أخرى حق تعدد سهرة مش نورمال شيخنا فيها الحق الحمد لله ديما زي تونس وسلام أول مرة جي ديما منورة الحمد لله ديما أول مرة ما ندمتش عليه لا أنا ما ندم ديك مرة أخرى إن شاء الله بقدرة الله إن شاء الله سهرية برجولية تفتق على الأخر على الأخر على الأخر جيت من فرنسا سبيسيالمون باش نحضرها جيت له من فرنسا سبيسيالمون سبيسيالمون ما ندمتوش بطبيعة لا 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 بسيف ما دبرنا لي باس حاولنا باش نجيو بكل شيء معناها باس خديتهم في النوار ولا لا في الحقيقة لا الحقيقة خدينا من كارفور شنو اللي عجبكم بالضبط في العرض؟ الشو ايتي امبيكابل مي فريمون اكستراوردينير ما حضرتوش قبل العرض أول مرة أنا شنو اللي شجعك باش تحضر العرض أول مرة؟ فمية شجعتني قالوا لي هذا من التراث التونسي وعجبتني برشا وماذا بيا نزيد نشوف أحد أخرين C'était un spectacle merveilleux. C'était un spectacle impeccable. عجبك؟ على الاخر. شنو اللي عجبك بالضبط تحكي لي؟ كيف بداو الاغاني والشطيح وكل شيء معناتها الناس الكل واقفه ما غير ما حتى حد ما قعد. الناس الكل قاعده تشطح الجو على الاخر. عمل جو اليوم؟ اي برشا. شطحت؟ اي. شنو اللي عجبك بالضبط؟ التخمير. انت تخمرت؟ مش برشا. شتحت؟ اي. تعرفوا الجو هذايا ولا لا؟ اول مرة ترى؟ لا مش اول مرة، برشا مرات جيت قبل ومش اول مرة نجي الفستيفال. دخلنا هبلنا وانا خارج شهدنا شطحنا من اللي ما نتخيلوش في بالك الكل. ياسر فرادنا وسبكتاكل امبيكابل الحق. سي لا كاتخيام فوا اللي ندخلوا وحاجة فما سانكيم؟ ان شاء الله بيان سيغ وحاجه طياره على الاخر الحق سيتي بيان سيتي بيان شخنا خميره تخمرت صح ولا لا كاينك حاضره كاينك حاضره سي با ان كيستيون تخمرنا سي صح لا معنا غير وعاودتو هنا دو فوا بيان سيغ تخمرنا المره الاولى والمره الثانيه نتصوركم تستناو فينا غرب جوستومون اي نستناو فيها خاطر ضاربه وكل ونعرفوها غير هيكم لي دو اللي نستناو فيهم بساعة قلقتكمش كي خليوها في الاخر بالعكس نستناو فيها سسبانس تقول حيت لازم سسبانس لازم اذا فما عرض اخر باش تمشي ولا لا نتصور اي نتصور ان شاء الله
سهرية عال عال عال. شتحت؟ ردحت وشتحت وفتكت موهبي. عنا برشا عنا برشا على شبيك ثلاثة على أربع سنين سي نورمال واحد جاي للزيارة شو باش يعمل؟ باش يفتق موهبه باش يخرجك الجرينتا نتاعو عرفتها؟ ها؟ سيرتو أنه عنا مدة بعد الكورونا. عنا برشا على بعد الكورونا ثلاثة سنين راهو. ثلاثة سنين سي نورمال واحد باش يجي باش يفتح فتق موهبه وباش يشتح ومع الجو هذا ومع الجمهور هذا شو تحب تعمل بالله؟ يلزم واحد باش يشتح. أكيد. مدام انت شتحت زيد؟ نو شتحت تخمرت وشتحت وكل جبة تونسية عدن سيور كان نقول لكم الجبة اليوم عملتها في الدار سبيسيالمون خيطتها اليوم؟ والله اليوم سبيسيالمون للزيارة عملتها اي وجبت فولارة معايا نتاع الصيدة المنوبية باش كي نشتح نغمي بها راسي فوالا وشوي وجبنا البخور وجبنا الكانون الكانون صغيرون هكا اي لي عملنا جو عملنا جو 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 فوالا عجبني على الاخر صيبت الجرينتا اللي فيا عملت ديفولمون برشا جو محلي جو تونسي هذا اللي نحبوا عليه سختو بعد الكورونا تسيبنا هكا فرشكنا هكا عملت جو كبير برشا جو البخور ولا جو تونسي نتاعنا البخور العجاجي اللبسه التقليديه نتاعنا تونسي انت ناقصه توا ما لبستش لبسه التقليديه صحيح صحيح مالا جايه ان شاء الله نجيكم بشاشه ورب الفلي والاسمي عيشك 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 لابد هكا باش نلبسوا حاجه هكا تونسي نتاعنا حاجه هكا مزيانه نرجعوا بها ديما لتراثنا لاباس جيتوا اليوم للعرض؟ ايه منين جيتوا؟ الى من قمرت من تونس يعجبكم الجو؟ ايه عجبني واول مره نحضر في زياره معناها وعجبني برشا برشا شتحت ولا ايه شتحت خمرت؟ ايه اجواء البخور ولا عملت جو برشا جو كل شيء عجبك؟ ايه ما تخمرتش اما عجبني شتحت برشا اشتحت برشا برشا ما عجبني اول مره تحضروا العرض ايه الله وحد شخنا عرضنا ما فماش عرض نفلتوه احنا ما نفلتوش الجروب هذا ما فماش حتى عرض ليه ليه انتوا الجروب احنا الجروب هذا كل عرض احنا الاولاني واول مره بنت خويا تجي معنا عسلامة القايله حسيلو القايله باش نشدوا الشط الفطور وما بنتي والسيكان والبيتزات والطاجين وكل شيء حسير والتي والبندق وكل شيء اللي تصوروا في بيك كل نجيبوه معنا عملتوا هذا الكل فما طبع ايجابي ايجابي اي الله واحد صلي على النبي زغرت زغرت حسها زغريتها هيا هيا على ما زغرتنا قبليك عينا ما عادش حتى صوتي بحاح صوتي صوتي ما بحاح ولا عادش الا هاي بنت خويا ما عرفش نزغرت شطحت شطحت خمرت خلي شو نتاعك مش نتاعنا وانتوما نتاعكم تخمير ولا على الاخر اي تخمرنا تخمرنا شخنا شخنا لا 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 ما ندوخش لا لطف ان شاء الله ما ندوخش باش كان نقعد ديما نجي شتحنا 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 وشخنا وعملنا جو وربي يبارك لهم في صحتهم وما شاء الله الزياره وين تمشي الزياره احنا مع مش اول عرض راهو ليه من اول انت في رمضان مش اول عرض لا رمضان رمضان شقينا فطرنا هنا في الكياس باش دخلنا للزياره تحدوا العالم انتم يا بنتي يا ما عندك نغاره يا سيدة نغارة يا سيدة نغارة
كبر عليا بدبارة يا سيدة للأمي يا محلى ذكرك في فمي انت اللي جليلي همي امي حلوة ومسرارة يا سيدة غريت